الإنسان يحذر أن يقع في مخالفة، يعني يتهاون بأمر الله ويرتكب أمرا من الأمور المحرمة، وإن كانت قد تكون في نظره قليلة وسهلة، لأن كثرتها تجتمع وتهلك، مثل ما مثل الرسول صلى الله عليه وسلم أصحاب الذنوب الصغيرة، يقول مثل ذلك مثل قوم نزلوا في منزل فصاروا يجمعون الحطب، هذا يأتي بعود وهذا يأتي بعود، فجمعوا حطبا كثيرا فأججوا نارا وأنضجوا ما معهم. يقول هذا مثل الذنوب الصغيرة المحتكرة تجتمع على العبد حتى تهلكه. وإذا كان الإنسان على ذنب صغير وهو يحتقره ولا يبالي به، هذا عند بعض العلماء يرى أنه كبير، لأن الإصرار على الصغير، على الذنب الصغير، كما قال ابن عباس، الإصرار على الذنب الصغير يجعله كبيرا. فيجب الإنسان إذا وقع في ذنب ولا بد من الوقوع في الذنوب أن يستغفر ويتوب ويطلب من ربه الاستعتاب.